بسم الله. أولاً شكراً السير رشيد اللي قبل بشكل تطوعي تقديم قراءة وتقديم هذا الكتاب في مدة صغيرة جداً، وأظن بأن هذا العمل أبان عن استعدادي له منذ الرواية الأولى، وكانت تجربة رائعة بالفعل. مسألة ديال تقديم الكتب ليست مسألة سهلة. ثم أشكر هذه الوجوه الحبيبة والصديقة التي أراها من مدة، كما أنا سعيد بتواجدي معكم للمرة الخامسة، وربما الكتابة والكتب التي جعلتني أرجع أكثر إلى مدينتي. كذلك أشكر سي خالد الفليري الذي أزعجته واستفزته في تعاملي معهم بشكل استسمح إذا كانت هناك، لأن على المستوى الانضباط هناك برنامج واسع وكبير لتقديم هذه الكتب مغربيا وخارج الوطن. البرنامج جد 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 ضيق الآن، إلى حد ما بدأت أرفض بعض تقديم الكتب في مكتبات قليلة وديمنا مؤخرا بعثوا لي، لأن البرنامج بالنسبة للتلفزة الوطنية كذلك أشكرهم، لأن بعد تقديم تجربة أولى معهم في رمضان حول ذاكرة كاتب كانت مفاجأة، أن أنا كنت الكاتب الفرنكوفوني الوحيد، ومع ذلك استغربوا من لغتي بالعربية وبطريقة تقديم الكتاب، فألحوا علي أولا بحضور تقديم الذي كان في الرباط مباشرة قبل رمضان، والآن يحضرون معي في تتبع مجموعة من تحركاتي، غير إضافة إلى ما قاله السي رشيد. بالنسبة للأماكن التاريخية التي الموجودة في الكتاب تم تصويرها مؤخرا في اللقاء الأخير في طنطا، المكان المحدد لاستوديو التصوير الذي استطعت أن أحدده، وللصدف أنه لا زال يباع فيه آلة الصور، لم يعد مكانا للتصوير، ولكن كذلك وجدت المقابر بالضبط، وجود مقابر فيرا التي توفيت البنت 2012، مقبرة جو أرنال 1924، وأخيرا مقبرة، هذه كانت بالنسبة لي مفاجأة، لأن أخيرا بعد من الصعب أن تدخل الكنيسة الكنيسة البريطانية موجود فيها مقبرة للإنجليز اللي عاشوا قريبة جدا، فوجدت كذلك مقبرة جيرتو دارنال توفيت 1946. أنا كانت لدي شكوك حول التاريخ، لأن مع الأسف ليست هناك مراجع تاريخية في هذه التفاصيل. إذن حضوري مع إخوتي هنا في الحسيمة، طبعا يأخذ طابع مزدوج لقاء مع إخوتي، ولأن ربما من يهمهم أكثر ما أكتبه، وأقوله بكل اعتزاز وافتخار، هي منطقتي بالأساس، ولكن كذلك هذه الكتب وأقوله بكل تواضع سمحت أن نفتح نقاش مع المغاربة الذين أغلبهم بما فيهم المؤرخين كانت لهم صورة نمطية على ما كتب في التاريخ، ما كتب في تاريخ المنطقة، ما طلعوا عليه من تفاصيل ومن أبعاد دولية، ثم طرحت علينا كذلك إشكال ذاكرة الريف، وخاصة شخصية من رمزية عبد الكريم الخطابي لا يعقل أن لا نجد له مكانا للاحتفال به في أي مكان. أنا زرت مؤخرا كلية الأدب في الجديدة، وبالمناسبة خبر أنه
من في موغادور بالفرنسيه، هناك طالب الان يشتغل على الماستر في كليه الاداب الجديده. بالنسبه لجورتريد عنان، هناك مشروع فيلم سينمائي دولي، انا الان في طور توقيع اتفاقيه مع شركه الانتاج. يوم 24 المقبل ساكون لاول مره في فاس، ساقدم من في موغادور بالفرنسيه في الكليه، ثم ساقدم جورتريد عنان في المعهد الفرنسي في فاس، ولأول مرة سأعالج معهدا فرنسيا في المغرب، لأن من قبل كان لهم موقف مشاكس لما أكتبوه، لأن هذه كتابة يمكن بالنسبة للفرنسيين ما يسمى الآن بالإكريتور ديكولونيال، أنه هذه إعادة الكتابة لما يكتبوه الفرنسيين بشكل مضاد ومغاير وبديل. لنرجع لروايتنا، أظن بأن ما قاله صديقي العزيز السي رشيد ربما فيه كيفاش نلخص الرواية بشكل جيد جدا. شخصيا النقاش مع أساتذة في كلية الأدب الفرنسي دائما يدور حول النوع الأدبي. ماذا أكتب؟ أن أكتب رواية، أن أكتب سيرة ذاتية، أكتب رواية تاريخية. ما هي؟ أنا فرض علي وقلتها لهم مؤخرا في الجديدة أنه عندما بدأت الكتابة لم أكن أطرح هذه الأسئلة. طبعا كانت رغبة للكتابة، هناك استعداد نفسي وفكري للكتابة، ولكن لكي أدخل في عمل أكاديمي من أجل التصنيف هذه الأسئلة لم تكن تخامرني. ولكن ما تأكد هو أن باستثناء الكتاب الأول ربما اللي ما شر ليش السي رشيد، هو سيرتي مش سيرتي شهادتي كوربيس طريقي نحو الحقيقة والصح، هذا الكتاب عرفه بعد، شوف للصدف، بعد انتشار من في موغادور. الآن الكتاب في نسخته الجديدة موجود، لأن تم إصدار الكتاب في نسخة أخرى منقحة ثم بمقدمة أخرى تربط بين ما كتبته، لأن الإخوان يعرفون أن بالنسبة على المستوى الشخصي ربما كتابي لكوربيس كان بعبارة وقفة تأملية في تجربتي الشخصية، وكنت أتصور أن سيكون الكتاب الأول والأخير، لأن مشروع الكتابة بالنسبة لي لم يكن واردا ولو أنني كنت أكتب مقالتي لغير ذلك، ولكن أن تدخل مغامرة الكتابة من مستوى معين يطلب إمكانيات فكرية وتقنية إلى غير ذلك، وكنت أتصوره بشكل متواضع أنني ربما لست مؤهلا لها. إذن بالنسبة لهذا العمل، ما قاله السي رشيد هو بالضبط أنا هدفي في الأخير، بحكم اعتزازي وانتمائي لهذه المنطقة وشغفي بقراءة كل ما حدث في هذه المنطقة، كان ضروري من وخاصة في لقائي مع أصدقاء مفكرين يساريين أوروبيين والإسبان، مثلا تجربة الكتاب من في موغادور ترجمة الإسبانية، وكانت رحلة لتقديم الكتاب في مجموعة من المدن، مدريد، برشلونة، مالاغا، مرتين مالاغا، قدمناه مع مجموعة من المناضلين، ولكن قدمناه كذلك مع أكاديميين في أتينيو. صعب أن تقدم كتاب لكاتب مغمور في أتينيو، بالنسبة لهم هو الصرح الكبير الذي لا يقدم في الكتب للمؤلفين الكبار. كذلك كانت تجربة كاديس مرتين، كانت ليبيا إلى غير ذلك. فتأكد لي أن كنا نحن ربما نجهل جانب من هذا التاريخ، فربما الأجانب جهلهم مضروب جوج ولا ثلاثة، وعلى أساس هذا الجهل ربما تتم هناك إسقاطات
على الوضع الحالي وعلى قراءتهم للريف. ففي نقاشتي معهم اتضح لأنهم قلة معرفتهم حتى على الأدوار الإسبانية. مثلا هناك في هذا الكتاب ناقشت مع معرخين لم يكن لهم أي علم كيف بريمو دي ريبيرا وهو الديكتاتوري الذي قام بعملية انقلاب ضد ليس ضد الملك ولكن ضد النظام، لأن في إسبانيا مباشرة بعد انهزامهم في أنوان قرر البرلمان الإسباني أن يكون لجنة لتحميل المسؤولية لطرف ما. فقرار نتائج التقرير أكدت أن هناك طرفين مسؤولين عن الهزيمة بالنسبة للإسبان. هزيمة أنوان هي الجيش والملك. فلما علم بريمو دي ريبيرا بهذه النتائج وهو لم يكن إلا عامل عسكري في برشلونة قام بانقلاب، فأزاح البرلمان وترك الملك وتحول هو في شكل ما يسمى ديريكتوريو، أنه كانت لجنة مكونة من مجموعة من الضباط هم الذين يسيرون لم يكن رئيس دولة، لأن الملك كان. فأول ما قام بهذا الشخص هو مجيء إلى تطوان، هذا الشيء في شتنبر 23 مباشرة سيخدم. فالمشاكل التي كانت تطرحها لهم جيرتويد أرنان دفعت بريمو دي ريبيرا مجموعة من المسائل بما فيها التراجع إلى الوراء، لأن تأكد له بأن الاستحال استمرار في المواجهة على جبهة الشاون إلى غير ذلك، ولكن على المستوى الاستخباراتي أعاد تنظيم المخابرات الإسبانية في طنجة. ولكن على الأساس هذا التغيير مس المغرب بأكمله ومس جنوب. فمن سيعين شخص اسمه أورساتي، هذا أورساتي ابن طنجة، إسباني ابن طنجة، كان رجل تعليم وفي نفس الوقت كان دبلوماسي، عاش خارج مباشرة بعد عودته سيكلفه بإعادة تنظيم، لأن كان المخابرات الإسبانية في طنجة كان يسيرها واحد كابتن ديميغال، كان تابع للقنصلية وكانوا يعيشون في مشاكل ولا يضبطون والأحداث التي كانت تقع في طنجة في علاقة بالريف جعلت الإسبان يقولون شيئا ما ليس وكذلك لا علم له بما يحدث بما يجري، ثم استباق. فأول تقرير سيقدمه أورساتي إلى بريمو دي ريبيرا، وهناك وثائقتي موجودة على كل حال، سيكتب له رسالة وفي التقرير سيعطي الأوصاف الدقيقة حول جيرتو دارنان بالضبط، المكان الذي يوجد فيه مكان تصوير الأشخاص الذين يأتون إليها، ثم التركيز على طريقة محاصرتها، ثم ضرورة مطالبة الإنجليز بإرغامها على الخروج. لنا أشير في الكتاب إلى بعض الفصول في القانون الذي ينظم طنجة الدولية. هناك بعض الفصول تؤكد أن الأجنبي يجب أن لا يمارس السياسة إلى غير ذلك. إذن على غير التفصيل لأضيف إلى ما قاله سي رشيد بتشويق الأصدقاء لقراءة الرواية، لأن بالفعل البعد البوليسي البعد الاستخباراتي موجود بشكل قوي. طبعا الكاتب عندما يكتب رواية في الأخير القراء والنقاد والذين يحكمون، أنا أتصور أني قمت بمجهود موازي ومكمل لما كتبه القيد حدو. قيد حدو كان له، طبعا سأشرح لي، قيد حدو كان الهاجس الأول هي إنجلترا. أشير في كتاب من في موغادور، القيد حدو وهو عائد من مهمة في الرباط سيعلم
أن إنجليزي وهو جون أغنان قد قدم إلى أجدير ليلتقي بعبد الكريم، وبأن عبد الكريم لم يستشر القيد حده في تكليف كل من عبد الكريم اللو ومن بوجبار. هذا موضوع آخر، لأن أصلا كان من المفروض أن عبد الكريم اللو هو الذي سيطر على سلوف الأخير على المستوى الريفي، ثم تعيين بوجبار بحكم العلاقات العائلية مع عبد الكريم، مع العلم أن بوجبار كان لازال شابا. ووجدت صورة، لدي صورة ربما في فرصة أخرى سنأتي لمشاهدة الصور، لأن ربما الصور تتكلم لنفسها. مثلا صورة جميلة جدا بين جون أغنان بوجبار بلباسه وعبد الكريم لو في لندن، وهذه من بين زعما كنقول لك من الوثائق اللي غير متوفرة، لأن الكتابات عليها قليلة والصور كذلك. لقيت حدو وطبعا فرنسا كذلك. المشكل الكبير كان مع الانجليز بحكم انه ربما هذا التاريخ، واظن بان الاخوان يعرفون هذه المساله ولكن المغاربه لا يعرفون. في البدايه عندما كان التفكير في الاستيلاء على المغرب او في فرض الحمايه على المغرب، اسبانيا لم تكن وارده اصلا. كان المشكل، وطبعا كان هناك امبراطوريتين، هي الامبراطوريه الانجليزيه والامبراطوريه الفرنسيه، بحكم ان انجلترا كانت ترفض ان على فرنسا ان تحتل كل المغرب، فقالوا هناك طرف ثالث ربما قد سنستعين به هو اسبانيا، فتم تكليف اسبانيا. وهذا ما يفسر الموقف الانجليزي من قضيه الريف، ان ربما الانجليز كانوا مترددين وكانوا ينتظرون الطرف الذي سينتصر ليميلون الى جانبه، ولكن في الحقيقه كان موقفهم الاساسي هو ضد فرنسا، وبالتالي بشكل موضوعي يلتقون مع. في المقابل العكس، جو أغنان وجيرتود أغنان، وخاصه جو أغنان اللي كان ميكيافيلي، شخصيه ميكيافيلي زوجة هاجسه الاول هي ان تحتل فرنسا الريف، وبالتالي ان تستحوذ على البحر المتوسط وعن مرور جبل الطارق. فكل ما كان يقدمه من لدعم بطروحاته هي حذاري ان فرنسا، عبد الكريم سيتفاهم مع فرنسا. في نفس المده عندما قدم ديطايس وهو صحفي مشهور، فاستقبله القائد حدو في دريوش، ثم جاء به حتى تفرسيت حيث كان موجود أزرقان، فكان استقبال كبير، وهو ما سهل العلاقات مع أطراف أخرى الفرنسية لإمضاء اتفاق كبير. فكانت هذه بين المسائل اللي كان يطرحها جوغنال، ليقول الإنجليزيين انظروا ماذا تفعل فرنسا، ماذا تنتظر إنجلترا للدخول. يبقى طبعا السؤال المطروح إلى حي، ما هو التوازن الموجود ما بين الوثائق التاريخية والمتخيل؟ أظن بأن ما أقوله بكل تواضع، ولا أقول أنا لست بمؤرخ، ولكن عمل المؤرخ أقوم ما يجمعني بالمؤرخين هي مرحلة التنقيب والبحث والدراسة إلى غير ذلك، ثم تنتهي علاقتي بالمؤرخين لأنتقل إلى طريق السؤال المطروح، كيف أعرف أنا شخصيا؟ كيف يمكن لي أن أبحث عن المادة الخام؟ هذا ربما نجتمع فيه مع المؤرخين، لأن ليس كل المؤرخين، يعني طبعا المؤرخين ليسوا دائما موضوعيين في بحثهم عن الوثائق، ولكن كيف أوصل؟ كيف ستتحدث؟ طبعا هذا مجهود شخصي وربما سنجولي انفرادي. أنا لدي طريقتي بالكتابة
في بعض الأحيان يطبع الجانب الأدبي القوي جدا السينمائي، لأن أجد نوع من الحرية في الكتابة، وفي بعض الأحيان قد يظهر أنه ربما الطابع التقريري، لأن هناك أحداث ضرورية ليس لك إمكانية أن تعطينا قلم آخر. وفي غالب الأحيان كما أشار سي رشيد أبحث عن تخريجات، إما أتصور لقاءات بين لدي أحداث أريد أن أوصلها إلى القارئ، كيف سأوصلها؟ لأن هذه الصعوبة، كيف يمكن أحداث مشتتة، أحداث غير متجانسة، أحداث موجودة في 50-60 وثيقة، كيف يمكن جمعها ثم وضعها في قالب ثم تسلسل؟ لأن أصعب حاجة كل الكتب التاريخية التي كتبت العلقة يتحدو، ولا من مع المعروف هو جو أغراض في حقيقة، ليست جيرتروود أغراض، جيرتروود أغراض هناك إشارات قليلة بعد الوثائق وصل. كيف يمكن أنه هذه الأحداث كلها كيف تأكد منها أولا؟ لأن المؤرخين ليس كلهم، ثم هناك مواقف في غالب الأحيان المؤرخون بما فيها صديقتنا مطريعنا عندما تتكلم على ما على جو أغراض فبنوع من استهزاء بأنه لا يعرف واقع الريف، يكتب على الريف وكأنه يقول البلد يخلط في طبعا، لأن يجب وضع هذا الشخص في 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 السياق، وتدعي أنه هذا السيد فلان عبد الكريم اللو تسميه بالسمسار ولم يكن بالسمسار، عبد الكريم اللو كان شخصية بارزة في ذلك الوقت لعب دور. إن أنا أحاول ما أمكن بحكم هذه المرة أظن بأن هذا هو الجانب الإيجابي ونقطة قوة بالنسبة لمعرفة سيدي بوقلال، اعتقال قد المؤرخ يريد أن يحكي لنا كيف تم اعتقال جو أغراض فيتيه، لا يفرق ما بين الزاوية سيدي بوقمع ثم ودم ليل إلى غير ذلك، فأنت يمكن لك أن تضبط ثم تتأكد من التواريخ، لأن من لا يضبط التواريخ ربما يتيه في التاريخ. أظن أكتفي بهذا القدر. مرة أخرى شكرا بزاف سي رشيد على التقديم، وأتمنى أن يصدر ما كتبته كما فعلت من قبل في مقال، لأن ربما ما يكتب يصل أكثر إلى إخواننا. وشكرا جزيلا للمؤتمر. Para que eu não queixe.